سويت ميوت ولا شو؟ ما بعرف. تفتح الكاميرا. يا عم ماما الثانية وبتلبس وجاي. تلبس. اوكي راح تلبس. اوكي احنا نريدها تفتح الكاميرا وتقفل التعليقات علشان نسال اسئله دينيه، والاسئله هي بمناسبه شهر رمضان. اسمك حودته؟ حتى عندنا يا قوم اغلقوا التعليقات. اسمك ايه يا اخوي الحبيب؟ اسمك ايه؟ محمود. محمود حبيبي اغلقوا التعليقات في بثنا وبث كريم. احنا اسئله دينيه بمناسبه شهر رمضان، اذا ربحتوا نعم، إذا جاوبتوا على الإجابات إجابات صحيحة تربحون الأسد إن شاء الله. قول إن شاء الله. إن شاء الله إحنا اللي هنكسب إن شاء الله، عشان هو والله بجد يعني. يا الله يا الله، بحق بحق هذا الشهر الفضيل وبحق بركة شهر رمضان تكسبون الأسد. قول آمين. إن شاء الله. آمين. آمين يا رب. يا رب آمين. آمين آمين يا موجودي، يا موجودي وياكم وياكم إن شاء الله. أم موجودي. لحظة واحدة يا رب يبقى سؤال سهل. سؤال سهل. استني مش عارفة افتح الكاميرا، انا قلبي بيدق اصلا. لا يا اختي احنا اخوتك. لا لا سهل. لا احنا يعني احنا الكاميرا ازاي اجيبها عليا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجودي كيف حالك؟ يا رب تكون بخير. تعالى يا حودة جنبي عشان قلبي. موجودي موجودي، خلي حمودة معك أو محمود معك يساعدك، مش مشكلة. أنت مثل أمنا يعني، يساعدك مش مشكلة. أم موجودي ما تقبلين دعوة، إذا حد بعت لك دعوة يجي معنا يكون رابع مش مقبول. أوكي؟ مش بقبل حد. أيوه علشان تخلص المسابقة بعدين أقبلي حد وفتح التعليقات براحتك. يعني احتراما للأسئلة الدينية خمس أسئلة. لا نقبل دعوات ولا نفتح تعليقات، اوكي؟ ام محمود عندي خمس اسئله، ام جودي خمس اسئله دينيه. بدك تجاوبين، يعني انا عاوزك تجاوبين اربع اجابات صحيحه لكي تربحين اسد. واحد خطا مش مشكله، اربعه صحيحه. ام محمود معك وسيلتين مساعده. في ناس بيساعدونك، اثنين، واحد منهم استاذ حسين. بيساعدك في سؤال، والشيخ ابو عمر من دبي بيساعدك بسؤال ثاني موجود معنا على الهواء مباشرة. يعني ركزي معي، خمس أسئلة دينية، عاوز اربع اجابات صحيحة، عندك وسيلتين مساعدة، مفهوم؟ اللي انت بتعمله ده تمام. شو اللي بعمله انا؟ لا انا بقول على المؤثرات والله. ايوه اتفضل. المؤثرات اوكي مش مشكلة مش مشكلة، منورة ولا يهمك. جاهزة للسؤال الاول؟ تفضل. اربط الحزام ام محمود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشياء تقطع الصلاة، ما هي؟ ثلاثة اشياء ايه؟ تقطع الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشياء تقطع صلاة الرجل، ما هي الأشياء؟ بتقطع صلاة الرجل؟ أيوة. إذا الرجل صلى بتقطع صلاة الرجل. إذا الزوج يصلي بالبيت، وجهت وجهي وسلمت أمري بيد الذي فاطر السماوات والأراضين، ثلاثة أشياء تمر من جنبه تقطع صلاته، شو هي؟ ثلاث أشياء تمر من جنبه تقطع صلاته؟ تقطع صلاة الرجل. الحديث موجود عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الإمام في كتاب البخاري. وعلى النظرة المحرمة. معك معك سكتين مساعدة، ركز أم محمود الوقت معك 10 ثواني وقت، خلص الوقت. معك وسيلتين مساعدة. ثلاثة حاجة عدت من قدام وهو بيصلي، الحمار والمرأة والكلب وست، ولو ست عدت قدامه نعم والكلب. ماما اللي بتجاوب معايا. كلب الاسود. صح صح صح. الكلب والمرأة والحمار. ايوه صح. ست. قبل لا اقول لك اجابتك صحيحة، الماما تبحث على الانترنت. يا رب. ماما ايه؟
الماما جابت الإجابة من فين؟ تبحث بالإنترنت يعني؟ أنت كتبت بالإنترنت؟ لا أنا كتبت متدينة، أنا متدينة لا جدا، لا ما جابتش يا من هيبتا، أنا متدينة سلام، جدا. يربحون الأسد يا رباه، متدينين. راح تربحين، راح تربحين. الإجابة الأولى صحيحة أحسنتم. صحيحة صحيحة صحيحة، برافو عليكم أم محمود. الإجابة الأولى صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشياء تقطع الصلاة: الكلب، الأسود، والمرأة والحمار. تفضل أستاذ حسين، علقنا على الحمد لله. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، اسمعي اسمعي، بعد إنكم إذا قرأ الحديث يجب أن ننصت له. أخرج الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة الثلاث، يقطع صلاة الرجل ثلاثا إذا مرن منه: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة. فقالت عائشة رضي الله عنها: شبهتمونا بالحمير والكلاب؟ فقالت: ما بال الكلب الأحمر من الكلب الأسود من الأبيض؟ فقال: لأن الكلب الأسود شيطان، والمرأة تقبل في صورة شيطان. قاله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. هذا الحديث عن النبي. صدق الله. شكرا العظيم. جزيلا أم وجودي، أم وجودي، إجابتك الأولى صحيحة. عاوز منك بعد 3 إجابات صحيحة تربحين، 3 بس. عندي عاوز 3، ركزي، عندك وسيلتين مساعدة. جاهزة أم وجودي؟ اربط الحزام. السؤال يقول: إذا رجل مسلم والعياذ بالله طلق زوجته للمرة الثالثة، كيف بده يرجعها مرة ثانية؟ بيرجعها مرة تانية؟ إذا هو لو مطلقها في راجل مشاكل طلق جديدة 3 مرات، عائلة، طلقها 3 مرات وعاوز يرجعها ده دلوقتي، محلل، يعمل ايه؟ يجيب يعمل محلل؟ بس ده حرام. مش عارف بيقول ايه. لا خليه يقول ايه، استنى. لا انا هستعين بالشيخ، هسأل الشيخ. اسمع، لو راجل طلق مراته 3 مرات وعايز يرجعها بيعمل ايه؟ بيروح دار الافتة؟ محلل. لا محلل. لا غلط، انت ما توترناش. محلل محلل. يعمل ايه؟ محلل. ما هوش افتح، ما انا قلت كده. يعني عود ركزي معي ام انا جودي، قلت حاجه عيب، ام انا جودي، قلت محلل. ام جودي، ام جودي، لو بدك تجاوبين تقولي لي محلل وتجاوبين، لو ما بدك تجاوبين تاخذين استشاره، فانت اختاري اما تجاوبين ام تاخذين استشاره. احنا محلل، بس انتوا عملتوا كده، انا قلت انا جاوبت غلط. احنا محلل يا شيخ. ساكتين، احنا ما قلنا حاجه، احنا ما قلنا اي حاجه. نقول اذا رجل انا قلت محلل طلق زوجته للمرة الثالثة، دلوقتي صار حوارات، صار فلان، عاوز يرجعها، يعمل ايه؟ اختم جودي كلامك صح، بس انا ضحكت. ليش؟ لان يعني هي الشغلة هي حلال، بس مرات كلامي صح بس ايه؟ لا كلامك صح، بس هو الشيء مرات الشغلة عيب، فانا ضحكت عشان هيك، فهمتي؟ ما في عيب، ما في عيب بالدين، لا حياء بالدين، لا حياء بالدين، لا حياء بالدين. يعني ده كمان صح؟ كفاية. انا جد كنت في محل 4 مرات طبعا كلامك صح. اوكي خلاص، ما تسالونيش تاني بقى، كفايه. والنك برافو عليكي، انا كده كسبت. لا 5 أشياء اجابه نهائيه، ثبت ام جودي اجابه نهائيه. نعم اجابه ام جودي، انت قلتي المحلل، ثبت على الاجابه النهائيه. والاجابه صحيحه 100%. برافو عليك يا موجودي. تفضل استاذ حسين. نعم قال الله تعالى. خفيف خفيف حسين. نعم قال تعالى: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وروى الامام مسلم في صحيحه. لا نستبحهم بحث نقع. يا عم نقرا، يقرا يقرا قران، يقرا ايات قرانيه. انا تبعتكم احسن نقع من الجوله. اوكي يا جماعه، عم نقرا ايات القران، دعونا ننصت لها بترجاكم. تفضل تفضل. روى الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى قال: إن أبا ثكان صحابي قد طلق امرأته 3 مرات، فجاء إلى النبي
فأراد أن يراجعها وحزن حزنا شديدا على امرأته، فراجعها له النبي، فكان يهودي يحرض على النبي اسمه كعب بن الأشرف ويقول: والله إن هذا الدين قد جاء به محمد ليشتغل محلل لنسائكم وينكحها. فقال له الصحابة: كذبت، لا يفعل النبي ذلك، إنما هذا شرع الله. فقال: لماذا يريد أن يأتي لنسائكم بعد طلاقها لإياكم؟ فقال النبي: اذهبوا إليه فاقتلوه. فقتلوه. أحسنتي أختي، جوابك صحيح، هو المحلل، بارك الله فيك. كفاية بقى ما تسألونيش تاني، هيسألك الرد اسكتي عشان أحسن نجاوب غلط هنخسر. لا 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 إن شاء الله خير، معي شوي جاوبي أم جودي. أم جودي بعد اثنين اتفضل كريم. أم جودي إجابتك الأولى صحيحة والثانية صحيحة، باقي عندك ثلاثة أسئلة، أنا بدي إجابتي صح. ثلاثة أسئلة، لو جاوبت واحد خطأ معلش، واثنين صح. عندك وسيلتين مساعدة، عندك سيدنا الشيخ الأخ حسين، وعندك سيدنا الشيخ أيضا. يعني السؤالين اللي فاضلين ممكن أسأل فيهم حد، يبقى أنا برضو كده كسبت. لو سألت حد وجاوبك صح، انا ما اعرفش، ممكن يجاوبك صح ممكن يجاوبك خطأ. اسأل الشيخ. معاك الشيخ ابو عمر، ومعاك الشيخ حسين، نسيت الشيخ شو اسمه، ابو عمر هو اسمه. معاك الشيخ ابو عمر ومعاك الشيخ حسين. تفضل. السؤال الثالث، ام جودي اربط الحزام، الاسئله تصعب، كل سؤال يكون أصعب من الآخر، اربط الحزام قوي. لو أنا معرفتش أجاوب الشيخ هيجاوب لي، يبقى أنا جاوبت صح. استنى بقى ما توترونيش. السؤال يقول: من أين يأتي رزق الرسول؟ رسول محمد عليه الصلاة والسلام عنده 11 زوجة، من أين يأتي رزق الرسول؟ الرسول عليه، من أين يأتي رزق الرسول؟ أيوة السؤال، بس ركزي معي. الرسول عليه الصلاة، اسمعيني أخو اسمع السؤال. الرسول عليه الصلاة والسلام عنده 11 زوجة، والقرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. النبي عنده بيوت، عنده زوجات، كيف كان يصرف على زوجاته؟ من أين يأتي رزق الرسول؟ في يثرب، في المدينة، في المدينة. قال الرسول بالمدينة تزوج. من أين رزق الرسول؟ رزق من مكة، من عند ربي، من مكة. هي من كل الأرزاق بيد الله. أنا هسأل الشيخ، يعني لو أنا سألت الشيخ وجاوب صح يبقى أنا جاوبت صح. الشيخ يعني إذا الشيخ ساعدك ووصلت للإجابة الصحيحة تنغم صح. هي ماما بتقولي من مكة. من مكة، اوكي، يعني كيف تأتي؟ يعني ما هي الوسيلة التي كان يستلزم منها الرسول؟ كله من عند ربنا، كله من عند ربنا، انا من عند ربنا وانت من عند ربنا كلنا، بس الوسيلة اللي كان يستخدمها الرسول لكي كان ياخذ، شغال في التجارة، كان شغال في التجارة ورأي اغنام. التجارة في مكة، انا بسأل بالمدينة، في مكة ما كان متزوج، بس الاغنام. ركزي معي، لا ساعد خيطك مسد بسرعة. ركزي معي، ركزي معي، في مكة الرسول كان متزوج خديجة فقط، وخديجة كانت تاجرة. عندما توفت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، الرسول هاجر للمدينة، بالمدينة تزوج زوجات كثير الرسول، وصار عنده أموال. من أين يأتي رزق الرسول؟ هنا السؤال. بيقول إيه؟ سؤال طويل. السؤال في المدينة، من أين يأتي رزق الرسول؟ السؤال بسيط، بس أنا مش أين يأتي رزق الرسول؟ لما كان أغنام في مكة. إجابة الأغنام، أنا ما بعرف، بيرعى الغنم في مكة. أوكي، عندك وسيلتين مساعدة، الشيخ وإجابة الأغنام. هسأل الشيخ، يبقى كده فاضل لي سؤال تاني هسأل فيه حد صح؟ هسا أنت سألت الشيخ، مين قالك الشيخ اللي يجاوبك؟ ممكن الشيخ ما يعرفش. أنت تاخذين وسيلة مساعدة وتجربين حظك. لا الشيخ ان شاء الله هيعرف يجاوب طبعا، اكيد يعني. استاذ حسين، معك 30 ثانيه من الوقت، تفضل. اما رسول الله عليه الصلاه والسلام، راح اعطيك ثلاث خيارات. في المدينه، هل كان رزقه يكون من الغنائم والانفال، ورزقه من الغزو الكفار واموال الكفار لما يقتلهم في سبيل الله وياخذ اموالهم ونساءهم واطفالهم، او كان النبي في التجاره
أو رعاية الغنم، اختاري يا أما من الغزو أو التجارة أو رعاية الغنم، أنت اختاري. رعاية الغنم. في المدينة، اختاري. رعاية الغنم، إجابة نهائية. لو جاوبت غلط الوقت حفظة. خلص أم جودي، الوقت خلص. رعاية الغنم، لو رعاية الغنم ثبت على الإجابة، ثبت ثبت على الإجابة. اختاري، يبقى عندك لازم تجاوب 100% على السؤالين المتبقين. إجابة نهائية رعاية الأغنام ثبت ولا تغيرين؟ من مكة رعاية الغنم. إجابة نهائية. جواب نهائي. أوه مش عارف هخسر. طيب أنت ركزي شوي. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرزق من الغنم، من الأغنام. ماما بتقول لي من رعاية الغنم. أوكي إجابة نهائية. أيوة. أه إن شاء الله بقى. ثبت. والنبي يا رب ثبت 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 ام جودي ثبت ان شاء الله. يا ام جودي خسرت السؤال. غلط غلط غلط. عادي ما فيش مشكله، في مش مشكله مش مشكله، راح نوضح لك ليش غلط. راح نوضح لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعي الاجابه، سمعي الجواب، سمعي الجواب، لا تقاطعون ولا احد يحكي اثناء قراءه الاحاديث بالله عليكم. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وحلت لي الغنائم والخذلان والذل والصغار على من خالف أمري. وقال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. وقال تعالى: نصرت بالرعب في مسيرة شهر. أما التجارة وأما رعاية الغنم فكانت في طفولته، وأما التجارة فبعد زواجه من خديجة وقبلها ببضع سنين. وأما الغزو والأنفال أي الأموال التي تؤخذ من الكفار فهي كانت بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. وكان يعمل الرسول، أنه كان لما عمل وثيقة المدينة المنورة فكان رسول الله يغزو الكفار ويقاتل ويأكل من الغنائم والغزو من أموال الكفار عليه الصلاة والسلام. وضحت؟ من الغزو كان عايش عليه الصلاة والسلام في المدينة. شكرا شكرا استاذ حسين، شكرا ام جودي. خليني اسال الماما، الماما ما سامعه بحديث جعل الله رزقي تحت ظل رمحي؟ ما سمعتيش حديث جعل الله رزقي تحت ظل رمحي اللي هو السهم بتاعه؟ جعل الله رزقي تحت ظل رمحي، يعني هو في السؤال اللي اجابته ان هو كان بيقاتل الكفار وكده وبياخد فلوسه. كان بيسفني. لا هو ده الإجابة. الرسول كان مجاهد في سبيل الله يا أمرا، الرسول مش بعيد، الله عز وجل يأمر الرسول إنه يقاتل الكفار. الكفار ما يعني أموالهم أموال الله، منين جابوا الكفار؟ اشتغلوا لا واضحة. أموال الله، فأموال الله ترجع للرسول. اسمعني كريم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وأورث وتقتلون فريقا وتأسرون فريقا وأورثكم الله أرضهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فكان رسول الله يقاتل اليهود والنصارى والمشركين، وبعدما تنتهي المعارك يسبي رسول الله نساءهم وأطفالهم وأموالهم. أحسنتم، بارك الله. هذه سورة الأحزاب الآية 26-27 بالمدينة. أم جودي السؤال الأول صح. أم جودي ركزي. نعم فرحانين فرحانين، نبغى فرحانين، هتربحوا بإذن الله تعالى. ركزي أم جودي ركزي، ما خسرتي لسه لسه لسه. السؤال الأول صح، السؤال الثاني صح، موجود السؤال الثالث صح، الرابع وخامس، عندك سؤالين بعد موجودي. عاوز إجابتين صحيحة لكي تربحين، لو واحد خطأ ما تربحين. إجابتين صحيحة؟ إجابتين. عندك سؤالين وعاوز إجابتين صح، عندك وسيلة مساعدة واحدة فقط، الشيخ أبو فهد بس. بس الشيخ أبو فهد موجود معك. جاهز للسؤال الثالث الرابع؟ ماشي. اربط الحزام. السؤال يقول: نبي من انبياء الله تزوج بنت صغيره بالسن، من هو؟ نبي من انبياء الله تزوج بنت صغيره بالسن. الله امر يزوج بنيه صغيره. من انبياء الله تزوج بنت صغيره في السن. من هو؟ عندك وسيلة مساعدة. سيدنا محمد اتجوز مين؟
عندك وسيله مساعده حسين، ادخل ارجوك، عندك وسيله مساعده. ما انا كده مش هيبقى عندي وسائل تاني. عندك وسيله واحده، والسؤال نبي من انبياء الله تزوج سيدة بنت عائشة من وهي صغيره. سيدة نعم. عائشة وهي صغيره عندها 9 سنين. سيدة عائشة مش بنته. مين تزوج سيدة عائشة؟ مين هو؟ مش هو اللي اتجوز ولا مين اللي تزوج السيدة عائشة؟ مين؟ في رسول اتجوز بنت صغيرة. محمد. سيدنا محمد. سيدنا محمد اسمها ايه؟ سيدنا محمد عائشة. إجابة نهائية. إجابة نهائية ولا ايه؟ صح. إجابتك نهائية ثبت. سيدنا محمد. والإجابة صحيحة صحيحة. برافو عليك برافو عليك. فاضل سؤال واحد فقط. سؤال واحد فقط باقيلك تربحين. تفضل استاذ حسين. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى. سمع الحديث. عندما نقرأ الحديث رجاء لأن احنا المسابقة للربح وأيضا لإفادة الناس. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في باب إنكاح الصغار عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني النبي وأنا بنت 6 سنين ودخل علي وأنا بنت 9 ومكثت عنده 9 ولم يرعني إلا رسول الله أن يخيفني لأنه كان بعمر جدي صلى الله عليه وسلم. أحسنت أختي. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. كفاية بقى خلي السؤال الأخير متبقي سؤال واحد فقط. إذا جاوبتي صح تربحين وإذا جاوبتي خطأ تخسرين. ركزي لا ركزي على السؤال. طيب عندك وسيلة مساعدة. الشيخ جاوب صح يبقى أنا سيدنا الشيخ. آه سيدنا الشيخ موجود أبو فهد موجود. بس سيدنا بس الشيخ إداني 3 اختيارات. ما هو الشيخ ذاك ممكن يعطيك 5. ما هو ما يجاوب. لا ما يدينيش اختيارات تاني. ركزي معي الشيخ انا حنين معاكي. ركزي معي ركزي معي ركزي معي. ام جودي الشيخ مش مسؤول يجاوب بمكانك. هو بيقرب لك الاجابه وانت تختارين. هو بيقرب لك هو ما بيجاوب مكانك. قال له الشيخ طب انا هديك ماما بقى. انا هديك ماما. مش مشكله مش مشكله. اربط الحزام. جاهز السؤال الاخير. السلام عليكم. كل عام وانت بخير حقه. ازيك عامل ايه؟ حالك يا رب تكون بخير. رمضان كريم. الله اكرم الله اكرم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. اربطوا الحزام. خلي بالك خايفين نخسر. ده احنا فرحانين قلبنا وجعنا من الفرحه والله. جاهزين السؤال الاخير. وجعنا من الفرحه. يا رب يا رب. جاهزين السؤال الاخير. سهله شويه. بص حضرتك سهله شويه والنبي كان قلبنا وجعنا والله خايفين. لا تفتح حتى عندنا. لا تفتح. اوكي. يلا اربط الحزام بالسؤال الاخير. جاهزين؟ يا رب خفيف شويه. اتفضل اربط الحزام. موسيقى مخيفه. يا مسهل خففها شويه يا رب. الموسيقى لما توصل للسؤال الرابع تصير مخيفه. هذا الاخير الخامس. اخر سؤال. لو جاوبت صح وعليك. والله فرحانين والله. يا رب يا رب. ركزي على السؤال. السؤال يقول: كم عدد الايات القرانيه الذي تؤمر بقتل اليهود والنصارى والملحدين في القران الكريم؟ والمشركين. يعني ايات الجهاد. المشركين. كم عدد الآيات القرآنية الذي تأمر بقتال اليهود والنصارى والمشركين في القرآن الكريم؟ في آيات تقول: قاتلوا أهل الكتاب من صياصيهم، أغذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطعونها من قبل، إذا لقيت الذين كفروا ضرب الرغاب، يا أيها النبي حرض المؤمنين على قتال. هكذا في آيات. يعني هذه آيات كم عددها؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى آخر الآيات. كم عدد هذه الآيات الذي تؤمر بمجاهدة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين الملحدين؟ يعني كم عدد هذه الآيات؟ عندكم وسيلة مساعدة واحد.
ونزعجه. سهلة انت مش قادرة. مش هقدر. انت خلي الشيخ يسهل لي. خلي الشيخ يقول. عندكم وسيلة مساعدة واحدة. عايزين الشيخ ابو فهد؟ ماشي. بس عايزة تكلمين مع الشيخ ابو فهد؟ سؤال. كم عدد الايات القرآنية اللي بتأمر بقتل النصارى؟ اليهود والنصارى. واليهود والمشركين. نعم. كم عدد الآيات التي تأمر بقتل النصارى واليهود والمشركين؟ الشيخ يقدر يعطيك اختيارات. ممكن يديني اختيارات؟ لا، عندك وسيلة مساعدة واحدة أنت. عندك الشيخ أبو فهد. إذا عاوز الشيخ أبو فهد راح اتصل به، هو ممكن يكون بالمسجد دلوقتي، لأنه وعدهم الوقت مختلف، هو في دولة تانية ممكن يسحر دلوقتي. نتصل بيه ونشوف. الآية 29. بس طب ادينا كده طب هسأل الشيخ. نكلم الشيخ ونشوف، هو ممكن يفطر ولا عنده اليوم، عنده بالجامع اليوم خطبة جمعة تقريبا، خطبة يعني جمعة. الشيخ اللي معانا. لا الشيخ خلص. انا وحده اللي كان لي ما عم يسمع. انتهى وقته اخ حسين، انتهى وقته معك. الشيخ ابو فهد خلينا نتصل ونشوف، هو ممكن يكون بالجامع. قالت لك التوبه 29، هاي ضمن الايات. اوكي، هاي ايات وحده منهم. شوف الشيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدنا الشيخ. عليكم السلام. اهلا استاذ كريم. الشيخ ابو فهد كل عام وانت بخير بمناسبه شهر رمضان. وانت بألف خير والأمة الإسلامية بخير. معك اتصال من مكتب دبي تعلم واربح في شهر رمضان. معايا المتصلة أم جودي وأمها. أهلا وسهلا بك. أمها أنا ما بعرف حقها مع الحقها يعني. فهي عندها السؤال، وهو السؤال الأخير، ومحتاجة مساعدتك في هذا السؤال. السؤال يقول، السؤال من الكمبيوتر طبعا جاءنا، السؤال يقول كم عدد الآيات القرآنية الذي تؤمر بقتال اليهود والنصارى والمشركين في القرآن الكريم؟ نعم واضح. راح نطيج أخذ أربع خيارات، والإجابة الصحيحة راح تكون من ضمن الاختيارات يعني. أوكي. الخيار الأول 198 آية، الخيار الثاني 204 آية، الخيار الثالث 206 آية، والخيار الرابع 208 آية. وبالموفقية ورمضان كريم. شكرا جزيلا الشيخ ابو فهد، كل عام وانت بخير. صعب عليهم السؤال بس ان شاء الله يربحوا. هو السؤال صعب طبعا. هو اعطاك سيدنا الشيخ اربع خيارات، قال لك ثلاثة خطأ وواحد صح. الصح من ضمن الأسئلة يعني، من ضمن الأربعة. اختاري اللي بدك اياه. كل دي اختيارات يا شيخ؟ كل دي اختيارات؟ أربعة. أربعة اختيارات؟ أعطاك أربعة يعني، من الأربعة منهم واحد صح، فتختارين الصح. أعطاك 298، 204، 206، 208. 198. تمام. الخيار الأول 298، الخيار الثاني 204، الخيار الثالث 206، الخيار الرابع 208. ماذا تختاري يا وجودي؟ طب ما ينفعش الشيخ يقولها؟ ما بينفعش. الشيخ هو مش مشترك بالمسابقة لكي يجاوب بمكانك. الشيخ بيسهل لي، يسهل لي ويسهل لك. أنا ما بعرفش الإجابة. أنا بالكمبيوتر، لما تختاري الإجابة أضغط على الكمبيوتر أقول اختاروا هذه الإجابة، فالكمبيوتر يقول لي صح أم خطأ. أنا ما بعرفهاش. يعني ولو إني دارس بالدين أوكي. بس الإجابة جاءت من الشيخ أنه 298، 204، 206، 208. اختاري اللي يناسبك. 298؟ لا لو طلع غلط هنخسر. الوقت أرجوك، الوقت خلص، ما عندنا وقت. اختاري. بإذن الله 298. إجابة نهائية 298. طب انتوا شايفين ايه طيب؟ انا ما اعرف. انت المتسابقة مش انا. والله العظيم انا علي وجعني بقى. الوقت انتهى ارجوك. 298، 204، 206، 208. اختاري العدد اللي يناسبك. 294، 206، 208. 298. 204، 206، 208. اختار العدد اللي يناسبك انت المسؤولة.
على الله على الله بقى زي ما فيش حرام لازم فاتحين. الوقت خلص موجودي الوقت انتهى الوقت 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 انتهى. انا مضطر اخفض الاتصال الوقت انتهى ارجوك. اذا انت هتقفل وتسيبني؟ لا ما تجاوبيني الوقت انتهى الوقت. 298 298 جابني هيا ان شاء الله. والاجابه خطا. خطأ 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 للأسف خطأ. ما عليك ما عليك ما فيش مشكلة يا موجودي. هي فرحانة ليه؟ الإجابة خطأ. أنت فرحانة ليه؟ أقول لك الإجابة خطأ. إن شاء الله تربحون بالمرة القادمة. تفضل أستاذ حسين لا تطول معانا علشان الرسالة الأخيرة. نعم عدد الآيات 206 اختي التي تأمر بقتل اليهود والنصارى الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على دين السلام والتسامح. 206 آية خسرونا كل سنة وانتم طيبين ده احنا فرحانين خسرنا. حجة ركزي معي يا حجة. حجة احنا مش مسلمين. أنا ماني مسلم أنا مسيحي. عدك 206 آية بالقرآن تأمر بقتالي ليه؟ 206 آية بالقرآنكم تأمر بقتال اليهود والنصارى جيرانك. كيف يكون دين الإسلام دين من الله يا حجة؟ دين الاسلام يقول الرجل لو طلق امراته لا يودي وديها واحد ثاني. مصلحنا من الخوف مصلحنا من الخوف من كده يا حاج عيب. انت ليه قاعده بدين كده؟ انت ليه قاعدين بهيك دين؟ انا من الفرحه مش مركزه. انا مركزه. عرفتي المحلل عرفتي المحلل من نفسك ما حد ساعدك. وعرفتي ايوه الطفله من نفسك حطفال. ما حد ساعدك. نبي ينكح اطفال هذا نبي من الله. نبي ينكح اطفال يا حاج عيب. أنا مش نبي يوم قتال اليهود والنصارى يا حق عيب. جيرانك يهود ونصارى الناس وياخذ فلوسه ويحجه. كيف يكون هذا دين من الله يا حقه؟ هذا دين وثني محمد اخترعه. عرفوا هذا الدين واتركوا هذا. كنا مسلمين يا حجه احنا تركنا الاسلام. معنا يا حجه ما لك صدمك اكثر من هالموضوع. اهلا وسهلا بك حج. خلاص عايزين حق الثلاثه اللي احنا جاوبناهم صح. يا حول الله يا رب يا حجة بس يعني خلاص تلطيها رسالة. أنا كريم شوي شوفوا يا حجة احنا كنا مسلمين أنا وكريم وسبنا الإسلام وعملنا مسيحيين وتعمدنا أوكي بس عاوز أقول لك شغلة كيف هذا الدين من الله احنا تولدنا عليه ويأمر بقتل الناس ويقول لك نبيه كان عايش على الغزو يعني النبي تبع عصابة نبي يقتل الناس ويأكل هذا نبي يغتصب طفل عمره 9 سنين بعمر جده يعني الاجوبه كلها غلط يعني احنا جاوبنا كله غلط. لا 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 صح 100% وهذا ليس نبي من الله دي الاسلام. الرساله لازم تعرفي خليني اقول لك شغله الرساله شو هي. هذا البرنامج احنا عاملينه فخ عشان يجاوب صح. يبغاه شيء يبغاه يعرفون كل شيء. اسمعيني يا خاله يا حاج اسمعيني شاطرين اسمعوا يا جماعه اسمعوا تسمعي يا اخت يا اخت عم تسمعي ولا لا؟ اهبط منها يا حجة. ايوه شوفوا يا 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 حجة هذا البرنامج احنا مسويه نعطيكم اسئله صحيحه وانتم تجاوبوا صح وجوابكم كله صح لكن الرساله في الاسئله هذه كفيله ان تخليك تترك الاسلام يعني كيف الله يقول قران محمد يدعي انه من الله يأمر بقتل الناس كيف محمد يتجوز طفله؟ ده بيقولوا ايه اصلا والله انا ما فاهماه مش فاهمه زين اهبط منها اهبط منها بقول لك كمان اهبط منها هسه جاي وراك شوفوا يا حجه تسمعيني؟ تسمعيني؟ تسمعوا يا جماعه ولا لا؟ افتحوا التعليقات يا جماعه سكروا النت ولا ايه؟ تسمعي يا حجه ولا لا؟ قطعون اللي هبقى مع هوران افتحوا التعليقات يا شباب افتحوا التعليقات كيف دين من الله يأمر بقتل الناس كيف دين من الله يدعو لقتل الناس كيف دين نبي من الله يغتصب أطفال طفوا سكروا اللايف سكروا اللايف عارف الولد صعب ذاك ما كان يعرف وقلنا ما يعرف امها تعرف وامها لما سالتها قلت لها دخلتي علي جبت الاجابه قالت لك لا انا متدينه نبينا تزوج طفله انا متدينه بدون وسائل مساعده بدون تلميح عرف والسؤال الثاني عرفته المحلل واول كلمه المحلل
لا عرفتهم سكروا اللايف. الوكيل علي هذا دينكم يا اختي الكريمه، هذا دينكم ولا مش ديني انا؟ انا هذا دينكم اختي، هذا دينكم يا امر بقتل الناس. ومين مين مين على هالجاوب المراه والكلب والحمار يقطعون الصلاه؟ مين مين اعطاها مساعده؟ ولا واحد من عندنا. اول ما جبنا السؤال قالت المراه والكلب والحمار. المراه تشبه الحمار والكلب. انا هاي اخر جوله حبايبي واخفض تعبان. نبي يغتصب اطفال؟ نبي من الله هذا؟ كفو حبايب، كفو كفو كفو، كبسوا كبسوا كبسوا. هذا نبي؟ هذه مؤهلات رسولكم. نبي يقتل الناس، قيل لك 298 آية تأمر بقتل الناس، هذا دين سلام؟ هذا اللي تطالبون يؤمن به؟ هي اللي جاوبت مش احنا. جماعة المسلمين، هذا اللي تطالبون يؤمن به علشان اروح الجنة؟ هو هذا؟ جوزك يطلقك ياخذك الواحد ثاني، هذا دين، هذا أخلاق، هذا شرف. طالبون مرتد، مرتد تقتل، ليش مرتد؟ لأنك تركت الرسول، هذا هو الرسول ولا غيره؟ هذا نبي. من فضلك يا كريم أنت تقوم بنهاية الجولة علشان نفهم الرسالة. خلصت؟ لا لا، ما نهيناها خلاص نهاية الجولة. ما قلت حسين هبط، من حسين هبط على فكرة، ما تكلم من بعدي لأن جاني مباشرة. بعد خلاص هم قلنا مش سامعين مش فاهمين، بعد هاي حوار يصير. حاوركم وأنتم فاهمين وقصص، هم فاهمين وهم جاوبوا. هم فاهمين وجاوبوا. والبارحة الشيخ اللي طلع معانا خير دليل أسئلتنا من الدين، الشيخ بنفسه. على فكره الشيخ راضي يربح، ها جاوب كل الاسئله بدون مساعدات، تشك تشك فوق فوق بيجاوب مباشره. شيخ ملتحي وازهري وعارف الدين. المسلمين اللي يفرحون يا عيني اللي داخلين معنا، انت تطلع مع العامه، انت ما تطلع مع المشايخ. طبعا المشايخ مش موجودين، بس البارحه جانا واحد بالصدفه. طلعنا ولا ما طلعنا معاه؟ طلعنا. جاوب على الاسئله ولا ما جاوب؟ جاوب. موجوده بالدين ولا لا؟ موجوده في قلب القران، والشيخ اعترف بها امامكم البارحه. مين نبي تزوج طفلك؟ قال لك رسولنا. مين نبي مات مسموم؟ قال لك رسولنا. مبروك عليكم، تزوج طفله ومات مسموم، يعطيكم جنه. لا يعطيكم جنتين يعني ان شاء الله، واحده فوق واحده تحت، واحده بالليل واحده بالنهار. لو ما خذاكم الجهنم عوفوا عوفوا. هاي المسابقه رمضانيه، لو ما توصلك الحق انت خلصان. شباب تكبيس تكبيس تكبيس. الشيخ غير راح يفضحوني، ما انفضحه، اجوبته الموجوده هو اللي جاوبها، حط على اليوتيوب، لا نلعب بالفيديو، لا نقص منه، لا نزود عليه، لا ننقص منه. والادله صحيحه بالبخاري هو، احنا منين جابهم الشيخ؟ من البخاري يعني. اتتبع نبيا مسحورا؟ اتتبع نبيا مسموما؟ وهذا مؤيد برساله من الله. انتم كل البعد عن 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 الاله على فكره. انتم كل البعد عن الرسالة. انتم تعرفون بوليس الرسول تسمم؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ بوليس الرسول اللي تغتى حية بإيده وتسمم عندما راح يبشر، تعرف شو اللي حصل به؟ أهل الغرية قالوا له لو كنت لو لم تكن من الله تموت بالحال. ليش؟ لأن الحية اللي تغتى يسمونها الرغطة. الرغطة يعني إيه؟ يعني تقتل بالحال، حية قصيرة ولونها مرقط، رقطة أبيض وأسود، تقتل بالحال. قالوا له ما يوجد احد لتغتى حيه بالمدينه وما مات، لازم تموت بالحال. الكتاب ماذا يقول؟ وكمل رسالته ولم يلتفت لا غولهم ولا الى نشبه الحيه، نفض الحيه من ايده وكمل رسالته. ليش؟ مؤيد برساله من الله، مو صاحبنا. سبحان من قلب الغلوب ومسحور يفتر عليكم. انتم ذاك رسول تفهمون. 298 رساله من الله. اعطيني اسئله من الشيعه، اروح مع حسين اخويا، صعد مع حسين. تعال صعد معي وهلا بعطيك. صعد مع حسين، حسين راح يفتح بثي وصعد معاه. كفو حبايب، هاي اخر جوله. طيب ايات القران ما حد حاضرك اخويا، قاعد تكتب حبيبي، ما حد حاضرك حبيبي. ما حد حاضرك كريم بعد اذنك. ايات تقطع الصلاه المراه والكلب الاسود والحمار، هذه مو سنه، هذا شو سنه وشيعه. حديث بالكافي للكليني، كتب الشيعه وبالبخاري للسنه. طيب بم. المحلل هاي بالسنه والشيعه. انت شيعي اذا طلقت مرتك 3 طلقات رجعيه، واذا طلقتها مره واحده خلعي، ما ترجع الا واحد ثاني ينكحها. ثالثه 206 ايه قرانيه تامر بقتل المسيحيين واليهود والمشركين، هذه مو عند السنه، هاي بالقران حبيبي اللي متفق عليه سنه وشيعه. بعد شنو السؤال؟ محمد مسحور وكان يركب السرير مفكر مرته، هاي مو بالسنه، هاي بالسنه والشيعه، ببحار الانوار وبالبخاري. كل الاسئله اللي اعطيناها اياها بالسنه والشيعه، بس انت لانك ما تعرف. اعملكم ايه؟ اذا سنه وشيعه متفقين على مكارم الرسول. السؤال اعطاه كريم ما موجود بالشيعه، اعطيني.
لا الأسئلة موجودة في مكارم الرسول. أنت جاهل أخي، أنت جاهل. حبايب كفو 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 كفو، يلا حسوني باي باي. حبايب باي باي، ما أقدر أفتح قصة داخلية لأني تعبان جدا جدا جدا، وبكرة عندي كنيسة، واليوم كنت بالكنيسة من الصبح. أنتم عارفين عيد القيامة واحتفالات وفلان، واليوم الجمعة العظيمة وبكرة عيد القيامة واحتفالات يعني. فأنا أشكركم جدا حبايب، شكرا جزيلا من أجل التكبيس، من أجل مشاركتكم. رب يبارك حياتكم، يعطيكم الصحة والسلامة، تصبحون على خير. انتقلوا عند حسين، حسين بعدك موجود؟ راح أظل موجود شوية. نعم انتقلوا عند حسين حبايب، انتقلوا عند حسين. أنا أبغى معكم دقيقة تقريبا أو دقيقتين، انتقلوا عند حسين. تعال يا مدغري، هاي الأسئلة اللي طاها كريم كلها بالسنة والشيعة. كريم وضح له، كل ما يقول لك هيك قول له هن ذني شيعة وسنة. المحلل عدمن، المحلل بالقرآن بابا، المحلل مو بالسنة. سنة وشيعة، سنة وشيعة. الكلب الأسود والمرأة والحمار عند الشيعة والسنة، طلع لك إياها الأحاديث الصحيحة. بعد شنو؟ آيات القتل هاي بالقرآن اللي يمشي عليه السنة والشيعة. شنو بعد تريد؟ انتقلت وباي باي، راح أنام باي. يلا أوكي، أوكي. باي باي باي، تصبحون على خير. شكرا حبايب، شكرا جزيلا لكل حبايب اللي دعمونا اللي كانوا معنا، شكرا. الرب يكافئكم ويعطيكم الصحة والسلامة، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، تصبحون على خير. تعالوا شباب، القيس مفتوح، يلا. جهلة ما أعرف دينك.